تحياتي مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من استديو الحكم العراقي سيف الجليلي في مملكة النرويج. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. موضوع حلقة لهذا اليوم المجموعة الثانية في كأس آسيا، وهي قربنا شوية الكاميرا، استراليا مجموعة الثانية بها، استراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند. فتوقعاتكم أخواني الكرام، أصدقائي، أحبابي، توقعاتكم منو اللي راح ياخذ المجموعة بيه؟ منو راح يكون الأول؟ هل استراليا عندها عزم ونشاط وقوة؟ أم أوزباكستان أو سوريا أو الهند؟ الفريق والمنتخب القوي المنظم واللي يلعب بجدية وبضمير راح ياخذ المجموعة، يكون الأول على المجموعة بها. شاركونا بتعليقاتكم واكتبونا آراءكم. تحياتي للجميع، دمتم بخير.